الماتش ديال البارح اخويا المقابله فهمتي كما تنقولوا تم غربي تسمتنا في هذه المقابله هذه، ولكن نتمنى ان شاء الله المنتخب الوطني الحظوظ في المقابلات ان شاء الله اللي غادي تكون ان شاء الله في الاقصائيات الماجيه، وما غاديش نحكموا على المدرب من الماتش ولا مقابله فهمتي. بالنسبه لي ان وايد ركراكي تيبقى مدرب اللي كبير فهمتي، والانسان فهمتي ما يمكنش غادي نحكموا عليه من مقابله ولا شي هزاره. الانسان كل الانسان تيكون في نهارو وكاين الانسان اللي ما تيكونش في النهار ديالو، والحمد لله حتى الغياب ديال زياش وديال بوفا كان كيأثر على المنتخب الوطني، والحمد لله. المهم فهمتي حنا الدراري تنثقوا فيهم وما نساوش فهمتي الانجازات اللي داروا لنا في الكوب دو موند، والحمد لله اللي جات من عند الله مرحبا بها. ونتمنوا المنتخب الوطني جميع فهمتي المتمنيات ديالنا يزيد لقدام وتأهلات في الاعوام الجايه ان شاء الله، ويكون الكلمه ديالو ديما ان شاء الله وديما مغرب. صراحه الماتش ديال البارح كان ماتش مزيان، الدراري لعبوا، رحنا كاملين شفنا الشوط الثاني كيفاش داز، قدموا داكشي اللي عندهم. المناخ وداكشي الصراحه الجو فين اللاعبين هو اللي ما ساعدش، هو اللي ما خلاهمش يعطيو 100% من المجهود ديالهم. وقعوا مثلا البيلانتي اللي ضرب حكيمي تزقل، يعني اي لاعب يقدر يزقل بيلانتي، راه هادشي كيوقع، حكيمي راه كنعرفوه كاملين، لاعب عالمي، يعني بحال هاد الامور كيوقعوا. والركراكي الصراحه ديالنا بغيناه يبقى العام الجاي، كنظن زعما الا بقى وليد الركراكي تقدر تكون شي حاجه، حيت نورمالمون هو اللي جا خدم الفرقه، ما كاينش شي واحد اللي جا قدم شي حاجه بحاله. هادشي اللي كاين صراحه ماتش زويون اخويا، اش غنقول لك، الفرجه كاينه، ايه راك شتي على عينيك، ما بغاتش الكره، ما بغاتنيش ماركا البيت الاول، غير زهر الثاني كوفره، راك عارف باش ماركي كوفره راه اغلبيه الكوفرات تيتماركا ويزار غير تيدخلوا صافي، ولكن الاداء كان زوين. المهم كاينين هما كيلعبوا، ما بغاتهمش وصافي، ما عندك ما دير، هضره خاويه هذيك وصافي، ما عنده ما يدير هو براسو زعما، راه واش كو كانت عنده شي امكانيه باش يضمن البيت زعما غادي يضيع، ما كنقولش انا غيضيع، هذا كيتستريس وصافي. وليد الركراكي يمشي ولا يبقى؟ الله يبقى وليد الركراكي، خصو يبقى، لحقاش هذاك ولد الشعب، الا مشى هذاك غيجيبوا لنا شي شيباني من برا عاوتاني يبقى ياكل في الفلوس، اللهم في هذاك بعدا ولد الشعب ديالنا ديالو اللي شويه ماشي هما هادوك، هادي متفق معاك فيها، بحال المزراوي ما خصوش يلعب اول واحد، ثاني واحد املاح ما خصوش يلعب، يعني الاختيارات شويه ولكن كتوقع، بنادم راه كيغلط ما عندك ما دير. حنا اصلا مولفين هاد الفقصه هادي ديال المنتخب ماشي اول مره، فقصه المنتخب ديما تبعنا. اللاعبيه كانوا مزيانين، كلشي كان مزيان، شويه مونك شونس اللاعبيه، ما فهمتي ما كانوش شايقين في راسهم بزاف، وتا الركراكي دخل شويه خايف اخويا فهمتي، ما عطاهمش خطط هجوميه من الاول فهمتي، اما كون دخلوا هاجمين اخويا كون فهمتي كون شفنا شي جوج بيوتا في الميطه الاولى، ولا اللاعبيه داخلين شويه مزعزعين. كان قاصح اخويا، راه سميتو راه جنوب افريقيا راه تيلعبوا، هما راه عندهم فرقه تيلعبوا بها العام كامل مع ديك ميلودي سانداف، واقفين تبارك الله. لا بالنسبه ليا يبقى اخويا، يبقى يبدل فهمتي، يبدل طريقه اللعب ديالو، هو الخطه باش لعب في المونديال مع فهمتي مع فرق اوروبيه لعب بها مع فرق افريقيه، ما يمكنش فهمتي، ضروري خصو يبدل طاكتيك ديال اللعب فهمتي، لعب شويه هجومي، لاقاش عنده لعيبيه فهمتي، وما تكلفهم بواحد المهام دفاعيه اكثر من المهام المهام الهجوميه ديالهم فهمتي. هذا ما كان اخويا. خويا الماتش ديالنا البارح زويون، واللاعبين تبارك الله لعبوا الكره، ويعني قدموا الكره المغربيه بصفه عامه وبصفه خاصه، هو التحكيم شويه كان ضعيف. اما الكره كاينه البارح، وقضينا يعني بعض الفرص ديالنا يعني بيلانجي وكذا، التحكيم شويه كان ماشي هو هذاك. يعني الحكام الافارقه ديما معروفين بهذه النزعه هذه. شنو اللي تاثر علينا البارح من غير التحكيم؟ من غير التحكيم يعني الجمهور معانا، الكوت ديفوار الجمهور ديالها كان معانا، الجمهور المغربي الحمد لله، ونشكر السفاره بعد المغربيه. المجهود اللي كيبدلوا السفراء ديال المغرب، هذه اول حاجه، بعد ما نزلوا السفراء ديال المغرب اللي كيمثلونا احسن تمثيل بالقنصليات، كيساعدوا المواطنين المغاربه سواء في التذاكر سواء
إذا ضعوا شي وثائق ولا كذا راه هي الأولى الاستبارة اللي كتساعد. بان لك واش تغير ديال بوفال وزياش؟ اخويا بيني وبينك ما يأثرش بعدا كاع، واخا يغيبوا كاع اربعه ديال اللاعبين ولا خمسه كاع يكونوا عناصر اساسيين، هنا كيبقى هذه خطه المدرب، يمكن له يرتاح واحد اللاعبين ربما المباريات ديال المستقبل، ولا ما ربحناش ربح اللي ربحنا، يعني متنا بلادنا، يعني والكره الافريقيه كتعتبر بالكره المغربيه، الكره المغربيه غنيه على التعريب، يعني لدرجه ان وصلنا للمربع الذهبي في كاس العالم، والحمد لله احنا ب 2025 غنجيبوا عاوتاني هذا الكاس يتلعب عندنا. نكونوا ان شاء الله يكون عندنا مؤهلات كثار من هذو اللي عندنا، ماشي غير زياش اللي كاين، ماشي غير حكيمي ولا كذا مقاول، حنا كل فرد ولا بوفال ولا بوفال عنده تجربه كبيره في الكره، فهمتيني؟ ما نبقاوش حنا ذوك العناصر الصغار بحال العادلي ولا العادلي، حتى هو راه تبارك الله في المستوى لدرجه انه بقى تيبكي في التيران، يعني راه هذا احساس يعني باطني ديالو، يعني الشعور ديالو بينه للجماهير، يعني راه ما كرهش يبقى تما ويزيد يلعب. وحنا عندنا بعض الناس الله يهديهم اللي كيبقاو يلاحظوا على اللعيبيه وكذا، لا هذا ما داش هذا ما داش هذا ما داش، وادخل انت للتيران ولعب لي 90 دقيقه وبين لي شنو دير، انت ما تلعبش حتى 45 صحيحه، عمل حتى شي حاجه. وليد الكراكي الحمد لله مدرب بمستوى، يعني كما تنقولوا حنا ناخب وطني بمستوى عالي، وانا تنتمنى من هنا من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وجميع الميادين ديال الرياضه، سواء كانت الملاكمه او الجومباج او التايكواندو، يخليوا الناخب المغربي ديما يلعب بخاطره ويخدم عقله بخاطره. وليد الكراكي غني على التعريب، وليد الكراكي غني على التعريب، يعني انسان في مستوى مدرب كبير، احنا كنبقاو بعد نبغي نطيحهم من المستوى ديال الانسان المغربي. شنو دار لنا رونالد؟ رونالد شنو دار؟ ما دار والو، جبناه من فرنسا كاع وخلصناه بزاف بالفلوس، ما دار لنا حتى شي حاجه. ربما انا وليد الكراكي بان لي عنده تاثير كبير حتى على اللاعبين، حتى ملي كيجمعهم راه كيجمعهم بحال اللي تيجمع خوته ولا ولادو ولا، يعني ما خرجش من هذا الموضوع. الموضوع ديال الكره راه هو اخوه، هو التلاحم. انت وليد الكراكي خصو يبقى الشريف، حتى ناري قبل تلعب كاز يمشي بحاله، ناري عيا ما يقدش وما يكونش عنده مستوى ديال الدماغ ديالو، يعني ما بقاش عنده العقل اللي يسير الكره، من حقه يطلب هكا كيما تنقولوا ديميسيوني استقاله، راني عييت. جيبوا واحد الناخب مغربي اخر بلاصتي. ما وليد الكراكي غني على التعليم ومدرب كبير. انت نقول لك مدرب كبير، هذاك دابا كنت تعطيه فرقه ديال المانيا يدربها يجيب لك كاس العالم. راه المغرب راه ما ساهلش الشريف، واللاعبيه ديالنا راه ما ساهلينش، راه هو اللي زرع فيهم هذه النزعه بعدا، لان اللاعبيه كلهم ما كانوش متفاهمين بعضياتهم، وزرع فيهم واحد الموده واحد المحبه واحد الاخوه واحد التلاحم، يعني ولاو كينساجموا بعضياتهم، شاف لي فيستير ملي كيحيدوا حوايجهم يبدلوا، تيضحكوا كذا فين شنو تصوروا كذا، هادشي راه ما كانش شحال هادي مع رونالد. المباراه ديال البارح شويه صعيبه، حتى الفريق اللي كان معاهم اللي كان لاعبين ضده حتى هو صعيب شويه تيلعبوا شويه. بالنسبه لزياش وزياش وبوفال اثر ما اثر على داك اللعب ديالهم، حيت ما لعبوش تما صافي، داك اللعب ديالهم هما ضروري يكون تما، ما خصهمش ينقصوا علينا من الماتش. وحق وليد الركراكي مدرب زوين، ما خصوش يمشي، ضروري يبقى. لا ما غلط ما والو، صافي اصلا كنت مارك هذاك بيلانتي، كان اللعب غادي يولي في شكل واحد اخر، داك هو اللي اثر عليهم في الاخر، كنت مارك بيلانتي اللعب غادي يتبدل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.